ولاية الفقيه إيمان للفكر والمنطلقات اللي أنا منطلق فيها. لن يكون لبنان تحت أي ظرف من الظروف ولاية إيرانية. نحن عرب وعرب سنبقى. وهذه هي الشرارة التي اشتعلت منها المنطقة. لبنان عربي أم فارسي؟ ونحن فخورين أنه ما عندنا أي دور إقليمي، ما عندنا أي دور بالدم السوري، ما عندنا أي دور بالدم العراقي، ما عندنا أي دور بالدم اليمني. هل يجوز أن نزج هالشباب في عملية القتال التي تؤدي إلى الموت؟ فإذا أنا بسأل الولي الفقيه حتى يجز لي أن أتعرض للقتل. وبإذن من الولي الفقيه سالت دماء اللبنانيين وآلاف السوريين، وانطلق أمين عام حزب الله حسن نصر الله بإنشاء سوريا المفيدة، المفيدة بالطبع للولي الفقيه وليس الأسد. فنصر الله صاحب مشروع التحويل المذهبي من الفوعة وكفرية في اتجاه محيط دمشق، ومن الزبدان ومضايا باتجاه إدلب. والجميع يعلم أن نصر الله خاض حربا شرسة في القلمون وحمص والقصير ليطرد أهلها الأصليين، لتصبح مستوطنات جديدة لأصحاب القبضات الغاضبة. هذا الجندي سخر لسانه وإصبعه لقيادة حروب الولي الفقيه في وجه العرب، متهما ومتوعدا الشارع السني في العالم العربي. الإسرائيلي يعتبر أن تطورات المنطقة تشكل له فرصة ذهبية ليقدم نفسه صديقا لمن؟ هون بدنا نحكي عنه شوي. صديقا لمن؟ صديقا لأهل السنة في العالم العربي والإسلامي. شوفوا من لا زمن، وللأسف الأبواب التي فتحت له في العالم العربي والإسلامي أن يقدم نفسه صديقا لأهل السنة. محاولة نصر الله اتهام الحكام السنة بحب إسرائيل والسعي لصداقتها ما هي إلا خدمات لاستعادة أمجاد الإمبراطورية الفارسية على أشلاء العرب. رولا الخطيب، العربية.